فين في الإسلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا من تراب نشيب. يبقى سيدنا النبي عن روحانيين. طيب واحد زي حياتي درس كده وبتاع وعندنا مشكلة زي دي، أقول لك لا أصل المشكلة دي اقول لك بس المشاكل دي دليل على ان مش عارف مين هيجي يعمل مش عارف. طب حتى لو كلامه صحيح هل من المنطق ان انا ابقى مشكله الناس بتقول تقول اصل دي علامه من ضمن علامات مش عارف ايه اصلا يعني يعني ده حتى طب الحل اهو بقول لك اهو تدعي للناس دي ان الله سبحانه وتعالى ايه يهديها. فهيحصل حاجه من اتنين لان انت الموضوع بيد الله. مستني بقى مش عارف جيش يروح يعمل مش عارف ايه مع انك اصلا محتاج تتعلم الاسلام عشان اسف لان هو ده الحل. مش هتلاقي حد تاني هتنادي على اي حد غير الله. ثم سيدنا رسول الله ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كده لما العلماء ورثة الأنبياء. يعني أنا وقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كده هو أنا العلم وبقدم لك المعلومة أهو ما كانش. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك إذا أي حد مجاب الدعوة يرفع إيده وفرحتنا بالإسلام يا هؤلاء أفضل بكثير من فرحتنا يعني فرحتنا بالإسلام يا هؤلاء هي الفرحة الحقيقية مش إن الناس تموت على الكفر. كل خير أمة أخرجت للناس أمرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو كان آمنوا بكتابك مع مراتك أهل مع مراتك أهل كتابك أنت الشغل اشتغل في الدعوة إلى الله تشوف خير كله. ليش بسم الله مش تمام بس؟ ما زلنا يوم الجدي يوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خدوا بالكم قلت لهم احنا مش جاهزين عن المشاكل اللي جايه كتير. والبشر الصعب كل واحد يجي عليه دور ليه الله عامل كده؟ اصل الله اللي يدين انت مش ما تسمعش كلامه ولا خد بالك حاجه كمان وان تتولى ويستبدل قوما غيرك يعني مش هتقف عليك يعني والله مش انت مستني لا لا انت مستني خليك مستني. انما الله ما بيقفش على حد ولا يعني ايه لا يؤمن ولكن لا يؤمن ومش هيقف مستني. لا الله سبحانه وتعالى مش هيشحتها عيب حتى يعني انت صليت بالله كده يبقى حضرتك راجع نفسك. إذا ما لحقتش نفسك وسارعوا إلى ففروا إلى الله. ده مشكلتك أنت، أنت اللي تلحق نفسك تشتغل الدعوة على الله عشان تبقى بني آدم محترم وتكمل حدود الله ويرضى وتتحصل على الهداية وتتحصل جميعا على البركات والرحمات. والله ما يسلطش علينا إيه؟ يعني ده
بتحصل احداث الناس بتموت فيها، بعدين يقول لك اه اصل في معلومه ان على لا معلش ده ينفع يعني كفايه علينا اللي عمال مش هو ده بس انا حلمت مش عارف شفت ده مش عارف ده اللي دخل مش عارف ايه كده كتير كده كده تحول المسلمين للفضاء. لا كفايه ده احسن من ده الله سبحانه وتعالى مش عايز اقول كلام كتير يعني كده. طب انت الموضوع ده بيجيلك منه ارشاد كبير اتكلم في الحاجات العامة اللي ما تخليش الناس تصبر على يعني ما تستغلش جهل الناس، خلي الناس تصبر على الظلم والظلم وشايفة الظلم والظلم ده ملاك بسبب كمان انت بتكون خد بالك انت بتاخد فلوس كده على حساب الاطفال اللي بتتبقى يعني ده ايه مش هيبقوا بس ما تصحش مش عايز اقول بس خلاص دي حضرتك كده كنت ساهم اه مش هنا بقى اه طب خلاص بقى ممكن واحد فيه يكون رايحة منه فيسمع الكلام الفارغ اللي حضرتك بتقوله دوت فيقول لك اه طب ما حلو كده يتمنى بقى ان القتل ايه والقتل يحصل ويتفت مش عارف مين والكلام الفارغ اللي عمال يبقى يا فندم الناس كلها اصل مش عارف مين اورد ايه الله سبحانه وتعالى لما بيبعت المشكلة المفروض ان احنا كناس عاقلين الناس يعني عندنا اضطراب نفكر زي ما كده مش كده ما نستناش استناش ده موقف المخلوق ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال كل عام كلها البقر ولا النبي بقى وساهم وكده اه كلنا حط بقى انت حضرتك نفسك في المسؤوليه حضرتك مسلم وقدامك مشكله زي دي هتقدر تعالج منين؟ زي ما انا بعمل اصبح كده على ارض الواقع بقول لكم الحل اهو نشتغل في الدعاء الناس دي وهكذا وطبعا الحلول اللي هي السياسيه واللي على بعضها مش سواء كان بقى المؤتمرات وسواء كان التحريك الامور السياسيه طب احنا نقدر نواجه بالجيش وما نقدرش نواجه بالجيش ده مش شغلنا ده شغل الناس اللي هي ايه بتفهم في الحاجات دي اكتر لانه عارفه امتى وتعمل ايه وبتاع انا بقول لك الجانب اللي انا افهمه واقدر اقول لك واقدر افيد بيه اشتغل في الدعاء ان الله يهدي الناس دي وشغلك ده هيبقى ليه اثر كمسلم بقى راجل مقبول الدعوه اه الله يهدي الناس دي يبقى اه يفرق يبقى انا بساعد اهو يبقى بساعد الناس اللي عايز تعمل مطار بساعد الناس اللي عايز طب بدل ما نحرر دي انت الناس دي كده كل واحد من دول يبقى احنا كده كلنا بنعمل حتى اذا في منا الراجل دوت او قربنا من زمن ما كانش او كان او هو ايه بعد يبقى في الزمن ده احنا عملنا شيء مشابك يعني في الاسلام والدنيا مش عماله الدليل على الكلام ده هو سيدنا عمر لما كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم
لغضب، غضب الناس سبحانه وتعالى، عمال مستني للغضب ده. وانا في احد الناس اللي عايز استشار اخوان المسلمين، المفروض انا احاول بقى اتجنب نزول هذا العذاب. قريت وبقى عندي علم، بقى انسان يبقى عندي بقى حكمه. العلم ده اسبابه ايه؟ اسبابه اصلي مش عارف بتاع الطينات مش عارف ايه. يبقى الاصلاح، يبقى الاصلاح، مش اقعد بقى اخليها تخرب عشان لما يبقى يجي النبي. طب ده منطق تعب، وماذا يجي مين بقى؟ الناس خربانه يعني ايه؟ سامحني يعني، الله يصلح حالنا وحالك وحال الجميع وحال كل من هو يتكلم في الامور العامه. لقيت حضرتك يمحو الله ويحط آلة رد بالنسبة للعلوم الأخيرة، وأي حد عنده وثائق أو أي حد يحط كده هذا العنوان وفي جميع المخلوق في قبله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وأنه الكتاب. أي كلام بيتقبل قابل للمسح، قابل للحسب. طيب إمتى يتحقق وإمتى يتحسب؟ على حسب بقى اختياراتنا إحنا وشغلنا. عايز العذاب وتسليط عدم غير المسلمين علينا يتشال ونبقى في احسن حال، ادي ما بقولها لك يعني بسم الله صلى الله عليه وسلم. وده الشغل. قصه بقى ان انا اقعد اعمل حلقات واعملها سبوبه دي بقى بس الله يصلح حالك. اشتغل في الدعوه وعلمها وهتلاقي برضه والله يفتح لك سكه وعزومه من اسمك بالصدق. ما بال أقوال والكلام، طبعا كل واحد عارف نفسه وكل واحد هيوقف يعني هو بالحسن كده وربنا سبحانه وتعالى يسهل. يا ريت نقول ان يحب الله ويرضى كما يحب الله ويرضى، وهي الدعوه الى الله الى رسوله كما يحب الله ويرضى. سيدنا النبي مستهدف ايه بقى؟ ثم قال يا ذا الجوشن الا تسلم فتكون من اول اهل هذا الامر. يعني تبقى كده من الامر المسلم. ده الشغل. فقلت له قال لي من شوف عشان عنده افق كده يسمع بقى كده مش مستني الحصان، مش مستني المشاهدات، مش مستني الحصان اللي هو ايه ومين ولا ايه. الدعوة لا تكون مهزأة، الدعوة إلى الله